يلا يرضى عليك، لمقص شيتك نظفه من الشعر، تروع مش الطرقتين ثلاثه هيك خليه ينضف، عم يعص على الشوارع بعصك ابي. يا ابي عم بطرقه عم بطرقه، بس هو بده سن. ايه خلص بده سن تريك من ايدك. اليوم تاخذ كل المقصات عند المجليخ، بتشلخن وبتسنون. حاضر يا ابي. يا ابي بدي اسالك سؤال. سؤال. هلا اختي بوران ليش نامت عنا امبارح هي ولادها؟ عادي لك ابي. عادي بنته حابه تزور بيت اهلها هي ولادها. شو الغريبه يعني؟ ولاد اشتاقوا لستهم. شو في ببالك انت؟ قلي لي شوف. ما في شيء يا بي، بس هيك عم بسأل. ايه ما بيصير. روح عند عمك ابو مرزوق الله يرضى عليك، انا موصيه على شوية اغراض، وديهم بسرعة على البيت وتعال. حاضر يا بي، والمقصات؟ انا باخذهم براسي لعند المجلخ، بجلخن وبسنن، روح بقى خلصني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سبعة.